لما تيجي بعد كده في النهايه لما كان بيحصل من بعد حرب 73 كنت بتتكلم على مظاهرات طلابيه سلميه ما كانش بيحصل فيها الاشتباكات العنيفه، فلم تكن تشكل بيئه عدائيه للصحفي الميداني في تلك اللحظه، فبالتالي ما كانش احنا عايشين اجواء حرب علشان المؤسسات الصحفيه او بعد ذلك الصحف الخاصه تستطيع ان تنظم دورات تدريبيه لكيفيه تدريب المحرر الميداني على مواجهه المخاطر في بيئه قد تكون عدائيه من احد الاطراف ضد الصحفي الميداني. فبالتالي هي الظروف، هذه الظروف الاستثنائيه دي كلها هي اللي فرضت الوضع دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه. هناك تقصير بلا شك، انا بقول لك وبعترف ان فعلا في تقصير من المجتمع الصحفي كله، الكتلة الصحفية أو الجماعة الصحفية تجاه هذه المسألة التي فرضت علينا ولم نختارها. على فكرة احنا التوينا بنيران المشكلة دي برضو، أقول لك ليه؟ احنا زميل لنا زميل محمود العزالي برضو أصيب في عينه بطلقات خرطوش أثناء تغطية بعض الفعاليات برضو. محمد محمود أنت مشكلة الأحداث المتلاحقة ديت هي اللي ما خلتش تدينا حتى نفس، سواء في النقابة والمجلس على الصحافة أو حتى الصحف لإجراء تدريبات عملية لكافية مواجهة هذا الأخطار. أنا مش عايز أقول لك يمكن أنا جايب معايا حاجة، يمكن أنا أخذت دورة بس كانت نظرية للأمانة يعني. يعني جايب معايا حاجة اسمها الدليل العملي للصحفيين، ده 2002 أيام حتى حرب العراق، ده كانت اليونسكو مع منظمة مراسلون بلا حدود في من الإيت للزد من حقوق الصحفيين وواجباتهم وطرق الحماية من اول خيال. بس هو ده يا استاذ عادل يعني مفروض يعني اعتقد انه بعض البنود الوارده في الكتيب ده او في الدليل ده لابد انها كمان تكون لدى المؤسسات الصحفيه، لان هيبقى فيها جزء حقوقه ايه يعني. هو بالظبط انا متفق معاك تماما، وممكن انا ممكن طلبت قبل كده بانه والمفروض انه كانت النقابه فيها احدى الزملاء او الزميلات المسؤوله عن الدورات التدريبيه من هذا النوع، والمساله متاحه بالمناسبه ما تكلفش اي جهه صحفيه قرش ساغي. المساله انا بتصل باليونسكو او بالمنظمه، تعالوا دربوا الصحفيين، مش هضربهم بس على ده دي اخر حاجه، مساله كافيه التغطيه الميدانيه في حاله الحرب او في حاله الظروف الاستثنائيه اللي بنعيشها، انما انت بتتكلمي على في حقوق وواجبات واخلاقيات مهنة وحق الصحفي الحصول على المعلومات، وكل الكلام ده موجود وعلى فكرة هو متاح. وحتى يعني ريهام بتقول ان انا بتنصح زملاتها بالخبره اللي هي اكتسبتها اللي على قد يعني هنقول على قدنا يعني ان انا رايح اغطي كل واحد باب خبرته عارف باب خبرتي بخبره الشارع، لكن لا ده الموضوع اكبر من كده بكتير، ده الموضوع بيتطلب يعني عالم اخر في مساله تخطيط سواء حرب او احداث ساخنه اللي هي احنا شايفها حرب. هل احنا يا استاذ عادل الدوله الوحيده اللي ما بتوفرش فاست الصحافه اللي لا طبعا احنا مش الدوله الوحيده، بس احنا اصبحنا وده خطر جدا لازم ننتبه له، احنا اصبحنا ثالث دوله بتشكل بيئه عدائيه للصحفيين بالعالم بعد العراق وسوريا، وده خطر جدا جدا واحنا بننبه لده من دلوقتي، ان ده مسؤوليه مشتركه، مسؤوليه المؤسسات الصحفيه ومسؤوليه النقابه ومجلس اعلى الصحافه ومسؤوليه ايضا الدوله، لان هي المشكله في حاجه دلوقتي. خلينا نتكلم بصراحه شديده جدا، الصحفي لما بينزل، الصحفي الميداني لما بينزل وانه عيني ما عندهوش خبره ان هو كيفيه تغطيه الصحفيه في بيئه عدائيه، خلي بالك بيبقى للاسف عدو للطرفين. يعني عدو حتى للطرف اذا كان في الحاله دي هو الاخوان، وحتى عدو لبعض يعني افراد، بلاش نقول الجهاز الامني، لبعض افراد الامن عشان ما بقاش متجنيين، لانه ما بيبقاش مرحب بيه من جميع الاطراف يعني، ما حدش عايزه. فبالتالي فهو هدف للطرفين، فمن هنا هي المسألة بتلقي مسؤولية أكبر وعبء أكبر، لأن اللي بيغطي حرب، أنا رايح أغطي حرب عارف أنا رايح مع مين ضد مين يعني، فبالتالي أنا رايح مع دولتي بغطي حرب ضد دولة تانية. لكن الصحفي هنا للأسف في هذه الظروف من بعد 25 يناير أصبح عدو لطرفين، وأصبح بيعمل في بيئة خطرة جدا وبيئة عدائية جدا دون أن يكون لديه الحماية الكافية. احنا بنطالب كمان مش مجرد ان انا اديله تدريب عملي لكيفية التعامل مع هذه الأخطار، لا ده انا لازم اوفر له تامين على الحياه، لان خلي بالك في شركات التامين على الحياه بالنسبه للصحفيين قررت انها ما دي مساله برضه بحاجه الوقت اكثر تفصيلا، ولكن برضه ريهام هنستغل شويه الخبره. الاستاذ عادل يعني بيقول انها مش خبره كبيره قوي في تغطيه الاحداث
وانت بتغطي الاحداث يعني بتتعامل معاها ازاي؟ يعني انا في بعض الاحيان بسمع انه ممكن يكون مراسله او صحفيه تضطر انها تلبس حجاب مثلا لو بتغطي مظاهرات بعض التيارات الاسلاميه عشان تعرف تخش. بتعمل كده؟ انت عملت كده؟ انا ما قصديش ما اقصدكيش والله. لا 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 كلهم كده. استضفناك النهارده يعني. علشان بس تجيب خبر من مصدر من جوه هذه المظاهرات. يعني احكي لنا انت ايه الاجراءات اللي انت بتاخديها او رصيد الخبره البسيط اللي اتكون عندك ايه هو؟ لا هي دي حقيقه، يمكن كان في الاول خالص انا كنت بنزل المظاهرات بشعري. بدأ يبقى فيه حساسية شوية ان بيبقى كل اللي ماشيين في المظاهرة طبعا كلهم محجبات وما الى اخره، فبيبقى فيه ازمة ان انا امشي طبعا في النص. لما بتقول صحفية يمكن انا ما بذكرش كمان المكان اللي انا فيه، بيبقى فيه تخوف من ذكر اماكن، يعني في اماكن معينة بالنسبة لهم. ما تقوليش اليوم السابع ما اقولش مثلا اليوم السابع، لازم تذكر ان انت تبع اي وكالة اجنبية او تبع اي شيء خارج مصر. اي شيء خارج مصر. لكن طب معلش ده مقبول يا استاذ عادل؟ هي ما انا بقول لحضرتك انت دلوقتي بتتبع يعني اساليب للتحايل على بيئه عدائيه، على بيئه معاديه ليك جدا، وده مقبول في العرف الصحفي لانقاذ حياتك. طبعا مهنيا مقبول لانقاذ حياتك، وده على فكره في التدريب العملي متاح ده. اذا لقيت ان المساله يعني عدائيه جدا ليك ما تحاول انه ينزل يعمل تحقيق صحفي، فبيضطر ان هو يتنقش احيانا بيضطر فما بالك بقى ان انت هدف سهل. يعني ده ما هدف سهل الموت السريع ما كمان. بحطش المهنيه او الموضوعيه على المحك. فكره في حاله الخطر ان انا بدعي ان انا مش تبع مؤسسه صحفيه. لا هي الفكره كلها في بتتعلق بموت، بتتعلق بحياتك الشخصيه هنا، بامنك الشخصي، فبتضطر ان انت تلجا لهذا الالتزام. لما اتطورت الاحداث ابتديتي بقى ان انت لما اتطورت بدات ان انا البس حجاب وانا نازله. بعد كده بدات اتفاجئ ان انا كانوا بيصورونا في المسيرات، كل الصحفيين تم تصويرهم. انا بنزل تحديدا يعني يمكن في اماكن معينه معروفه اللي بتبقى فيها الاشتباكات ملتهبه، بيصورونا هم ليهم جوه مسيرتهم. في بيبقى 3 4 مخبرين كده، 2 في اول المسيره و2 في اخر المسيره، دول بيبقوا متابعين كل اللي على الاطراف. بيتصوروا الشخصيات اللي بيلاقوها. طبعا احنا معروفين ان احنا بنبقى ماشيين ما بنهتفش ما بنرفعش شعارات. انت بتتكلمي دلوقتي على المسيرات الخاصه بالجماعات الاسلاميه. الاخوان يعني بيضغط الاخوان. يعني يمكن دي دلوقتي اكتر اللي احنا مستهدفين فيها، يمكن اكتر كمان من بعد 25 او يمكن وقت العسكر كله او وقت فتره حكم المجلس العسكري ما كناش مستهدفين بالاسلوب ده. يعني وقت المجلس كان بيبقى صح الضرب عشوائي فينا كلنا، سواء فين صحفيين او مدنيين او ما الى اخره. لكن انت دلوقتي بقيت بتستهدف لشخصك، لشخص ان انت صحفي واقف هتنقل حدث. بينقلوا الصور دي، يعني انت الصور بيتم تصويرها وبيتم بعد كده بيرسلوها لبعض على الهواتف. بعد كده بتبدا الصور دي تنزل على الصفحات الخاصة بيهم. الصحفي الفلاني ده بيغطي مثلا في مدينة نصر واسمه كذا كذا ودي صورته، فبدأوا تتبعوه لو حد شافه في المسيرة يبقوا معاه. يمكن ده حصل مع أكتر من حد من زمايلنا، حصل معايا. هنا مش بيحميك، ما بيحميكيش الحجاب ما بينفعش بقى لو اتعرفت ان انت لو اتعرف الشكل خلاص. يعني لو اتعرف الشكل خلاص بقى فيها ما بتهتفش ولا حاجة. بس يمكن دلوقتي كمان بطلنا ان احنا نمشي ورا المسيرات كل الصحفيين. بطلنا ان احنا نمشي ورا بقينا حصل معانا ان احنا ليا كمان اكتر من صديق ليا ولينا زميل معانا تم حبسه في احد العقارات كان في شارع الهرم، تم حبسه وتم يعني الاعتداء عليه لمجرد انه لقوا معاه كارنيه يوم السابع، تم الاعتداء عليه جسديا. لينا صديقه اخرى برضو تم الاعتداء عليها وكسر دراعها كان في امبابه لمجرد برضو انها كانت بتصور اشتباكات ما بين اهالي وما بين عناصر من الاخوان. طب انا في نقطه بس عايز احسمها معاك، يمكن انا اثرتها من الاستاذ عادل. انت بتنزلي وانت حره في رايك او اتخاذ قرارك انت، ولا في ضغوط بتمارس عليك من المؤسسه الصحفيه؟ يعني هتنزلي يعني لازم تنزلي لان الاستاذ عادل تفتكر يعني ان هي الست هتيجي تقول ان في ضغوط بتمارس عليها؟ لا اصل الاستاذ عادل قدمك في البدايه قال مشروع شهيد، يعني انت عندك رغبه قويه. لا كلنا يمكن مشروع شهيد لان احنا بقينا مستهدفين عمدا. ربنا يحفظك ويحفظ كل الصحفيين ويحفظنا جميعا ويحفظ مصر يعني. ولكن هو دلالات توصيف وان انت بتنزلي وانت مقتنعه تماما ان انت برضه هتروحي تغطي. احنا بننزل اقتناعا ان انت بتنزل بتادي عملك في الاول وفي الاخر. يعني الاعمار بيد الله زي ما بنقول، لو انا ما متش في مظاهره هموت في غيرها. مبدئيا بننزل نعمل شغلنا، ده شغلي اللي انا المفروض اعمله، شغلي ان انا انقل للناس الواقع اللي في الشارع. لو الاخوان بيتظاهروا سلميا هنزل اقول لهم الاخوان بيتظاهروا سلميا، لو الاخوان بيتظاهروا بعنف هنزل اقول ده، وغيره وغيره وغيره. ده مهنتي، انا اخترت من البدايه ان انا اكون صحفيه انقل الحقيقه للناس. طيب فمش هاجي دلوقتي ان انا اتراجع. انا عايز بس اوقفك في نقطه. إذا كان هو في بيبقى في مخبرين بحسب كلامك ويتم تصوير الصحفيين اللي بيشكوا فيهم ومش الصحفيين بس، يعني يمكن الصحفيين كمان وأفراد الأمن.
طيب اللي بيشكوا فيه بشكل عام، طب هل في المقابل هم بيكون بتلمسي كده من خبرتك انه بيبقى في صحفيين تابعين لانصار هذه التظاهره عشان يرسلوا الصوره دي بشكل تاني مختلف؟ صحفيين هم موجودين معاهم، وافراد التصوير الخاصين بيهم بيبقوا موجودين معاهم، دول بيبقوا خارجين من اول المسيره معروفين جدا، معروفين حتى بقى بالنسبه لنا يعني. يمكن في منهم ناس اصدقائنا دلوقتي بقى هم اللي بيامنونا في المسيرات، ده فلان ده تبعي ما حدش مثلا يتعرض له، فلان ده يعني لا، في منهم ناس بداوا بيتعاون معاكي يعني بداعي ان انت يمكن زميله في المهنه. وفي منهم ناس مش اخوان، في منهم ناس شغاله في مواقع تبع للتنظيم طبعا، بس هم مش اخوان يعني، ما عارفين ان هم مش اخوان، لكن هم شغالين تبعهم. فبقى الموضوع فيه ازمه دلوقتي، ان فعلا بقى فيه استهداف، بقى فيه استهداف للجميع في المظاهرات اللي بتحصل دلوقتي، وبقى فيه استهداف ان انت لو مثلا يعني متي في مظاهره ووقعتي تحت ايد الاخوان، فبيتم التعامل معاكي على ان انت حق مكتسب ليهم، انت هتفضل الجثه معاهم ويتم التشهير بالجثه على ان الجثه دي خاصه بيهم هم، زي ما حصل مع ميادة. يعني ده اللي حصل مع ميادة، ان تم التحفظ على الجثة، يمكن لو كان حد لحق ميادة كانت عاشت النهارده بينا، لكن تم التحفظ على الجثة لحد ما الروح طلعت عشان يتداولوا صورها بعد كده على المواقع زي ما شفنا، ان دي شهيدة مظاهرات الاخوان وان الشرطة هي اللي قتلت، وهو ده اللي بقى بيحصل دلوقتي، وده بقى المعتاد اللي احنا بقينا بنشوفه كل يوم. طب استاذ عادل، انت حضرتك اشرت الى مسؤولية الدولة ممثلة في اجهزة الامن او وزارة الداخلية، تفتكر انها لو يعني فعلت من دورها ممكن توفر حماية اكتر الصحفيين في الميدان، بمعنى انه بس بالدوله إنه حتى لو كان متواجد في صف الاخوان برضه الداخليه ممكن تحميه؟ انا معاك. بص، هي المساله مش عايز، انا مش عايز حمايه بقدر ان انت تعتبرني يا سيدي بقدم مهمتي يعني ومهنتي زي ما انت بتقدم مهمتك، انا مش عادل ليك، هترتكب خطا، ما انا بنقل الحقيقه زي ما بقول ان دي جماعه ارهابيه بتمارس عنف، ولو في حصل حاجه هقول انه تم اطلاق من جانب الامن مثلا، رصاص حي على سبيل المثال يعني. يعني بقول افتراض. فبالتالي لازم انت اولا حمايتك ليا انك ما تعتبرنيش عدو ليك، يعني هي المساله دي، وتحاول بقدر الامكان توجهني وتساعد حتى على الاقل في الدورات العمليه ديت، لانه الدورات دي فيها جانب امني، يعني فيها جانب امني يعني كصحفي وانا وسط هذه المخاطر الخبرة ممكن يعني. ممكن الاقي جسم غريب او قنبله، كيف اتعامل معاها؟ ازاي ابطل مفعولها؟ ممكن تديني خبرتك الامنيه في الحاله دي، ازاي لو في سياره مفخخه او بتاع، يا ده التعاون المطلوب. اهم شيء نمره واحد انك ما تاخدنيش عدو ليك، انا مش عدو ليك، لازم تعرف كده كويس. ولولا الاعلام ما كناش وصلنا للي احنا فيه دلوقتي يعني. أيوة. ان احنا بنحاول ان احنا يعني نصلح العلاقه ما بين الشعب والشرطه، وبنحاول نقف مع الشرطه، انما لو في تجاوزات بنقول انه في تجاوزات، ولازم تعترف انه في تجاوزات. فبالتالي لو شفتني مش على طريقه الفيلم الشهير زلاتوه في الحرب اقتلوه، لا يعني لازم لو لقيتني في مكان